اهلا بيكم، معايا في هوميد. هنعمل النهارده العاشوره بطريقه سهله وبسيطه، طعم حلو قوي زي الجاهز ويمكن احلى كمان. عايزه افكركم ان اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك فيها دلوقتي ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد بنزله في القناه، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اذا التزمتوا بالطريقه وبالخطوات زي ما هقولها لكم بالظبط، اضمن لكم ان شاء الله ان انتوا تلاقوا النتيجه في الاخر مرضيه والقوام كريمي زي ما انتم شايفين كده معانا في الصورة، والطعم ان شاء الله هيعجبكم اكتر. حكاية مقاديرنا بسيطة جدا وسهلة. احنا هنستخدم القمح المقشور او الغلة، دي ممكن تتجاب من عند العطار او كياس، بس اذا جبناها من عند العطار نتأكد ان هي مش مسوسة ونتأكد ان هي كويسة. انا هستخدم كوبايتين معياريتين يعملوا تقريبا وزنهم نص كيلو او 500 جرام. هنغسلها كويس قوي قبل ما ننقعها، خصوصا لو كنا جايبينها من عند العطار، لان هي بيبقى فيها القشور بتاعت القمح او رواسب او حاجات كده. دايما بصوا لاحظوا اللعيم فوق الوش ده، هو لازم نتخلص منه قبل ما ننقع القمح بتاعنا. نغسلها كويس قوي لحد ما المية تكون صافية معانا، وبعد كده ننقعها. المية تبقى مغطياها، هننقعها مدة ما تقلش عن نص ساعة. يفضل طبعا كل ما زودنا في الوقت كل ما كان احسن معانا، مش هتاخد وقت في السوا. انا هنا نقعتها تقريبا نص ساعة او ساعة الا ربع. ده شكل القمح او شكل الغلة، ضروري تكون مقشورة متشال من عليها القشر بتاعها. ده بعد ما نقعناها حجمها اتغير زي ما انتوا شايفين، دي اللي مش منقوعة ودي اللي منقوعة. شوفوا كده معايا الحجم اتغير، كبرت معانا ونفشت كده. هنصفيها من ميتها دلوقتي وهنغسلها بقى كويس قوي تاني. يعني هي مش هتتغسل كتير، هنشطفها بس شطفتين لحد ما المية تبقى صافية ورايقة معانا. طبعا الغلة من الحاجات اللي بتتعب القولون، فعشان كده بنحب ننقعها وبنحب نسويها كويس، علشان طبعا اذا كان حد بيشتكي من القولون بتاعه في تعب او في اي مشكلة ما تتعبهوش. الغلة زي البقوليات بالظبط، فبتعمل مشاكل معانا في القولون شوية. هنشطفها كويس لحد ما نلاقي المية اللي نازلة منها صافية ورايقة خالص. العشورة عادة او الغلة او البليلة ممكن تستوي في الحلة عادي، وانا ليه طريقة تانية هقول لكم عليها، بس طريقة الحقيقة سحرية. انا هاخد كمية من الغلة بتاعتي هحطها في حلة وهغطيها بالمية بكمية مناسبة فوق الغلة بتاعتي او فوق القمح بتاعي، علشان هي في الغليان او في السوا بتشرب مية او بتحتاج مية كتير. هشغل النار، نار متوسطة تكون مش عالية ومش هادية، واحط الحلة بتاعتي واغطيها، بس ما اغطيهاش بصورة كاملة علشان دي لما بتبتدي تغلي بتفور والدنيا ممكن تتبهدل معانا. انا بقى بدمسها زي الفول، بحط الجزء الباقي اللي عندي في الفوالة او في دمسة الفول، بتدي الحقيقة نتيجة رائعة في الاخر. بغطيها بقى دهيت مية بس ازيد بقى من المية اللي في الحلة كمان، بسيبها على النار تبتدي بس تغلي، وبعد كده بحطها على السخان بتاع الفول، لان هي بتستوي على نار هادية قوي على سخان الفول، فبنلاقي ان القمحية معانا بتبتدي لما تستوي تنفش كده. ده هنا معانا لما سلقناها في الحلة، هي هنا استوت خلاص، بس طبعا هي كده جاهزة ان هي تتعمل بليلة بالحليب اللي بتتشرب، لكن مش هتنفع تتعمل عشورة بالطريقة ده هي. فبنسيبها في الحلة منقوعة في المية بتاعتها شوية. ده بقى لما دمستها في الفوالة، هي برضو هنا استوت، بس انا هسيبها وقت تاني زيادة. شايفين معايا الفرق ما بين الاتنين؟ هنا الحباية نفسها نفشت زيادة وابتدت تطلع النشا بتاعها، هتسهل علينا ان احنا نعملها عشورة، مش هنحتاج نضيف نشا خالص لان هي اصلا كلها نشويات، فمش هنحتاج نضيف لها نشا. هاخد العشورة بتاعتي دهيت او القمح بتاعي الغلة، احطها في الحلة. شايفين قوامها عامل ازاي؟ دي اللي احنا سلقناها.
هوريكم الفرق ما بينها وما بين التانية. سبناها مدة ساعتين في المية بتاعتها، فنفشت الحباية نفسها وكبرت، وده هي اللي احنا دمسناها في زي الفول بتاعنا. ملاحظين طبعا الفرق، دي منزلة النشا بتاعها لان هي استوت على نار اهدى، والحباية نفسها تحسوها خلاص هي يعني كبرت بقدر المستطاع، وزي ما بيقولوا كده فشرت، يعني بقت عاملة زي حبة الفشار لما بتتحول من الذرة وتفتح كده، هي بتبقى كده. ده من خطوات نجاح العشور، عشان ما نضيف لهاش نشا بنسيبها على النار تغلي بس، وهنبتدي نضيف لها الحليب بتاعنا. لما نيجي نضيف الحليب، في نقطة مهمة جدا عشان تطلع معانا مظبوطة وحلوة وقوامها كريمي وطعمها غني. انا بجيب الحليب اللي بيتجيب من عند اللبان او من عند السوبر ماركت، اللي بيبقى في اكياس مش اللي في علب، اللي بيحتاج ان احنا نغليه عندنا في البيت، وبستخدمه زي ما هو. انا مش بغليه الاول، لا انا بجيبه زي ما هو من عند اللبان واحطه على العشورة، علشان عملية غلي اللبن دي بتبقى بتعمل فصل للمكونات اللبن، فغصبا عننا بنلاقي القشطة او الكريمة طلعت لفوق، واللي تفضل عندنا الحليب من تحت، فبيبقى خفيف شوية. ده ينفع يتشرب، لكن لما بنعمل بيه الرز بلبن او العشورة يفضل ان هي بحب اللبن كده كله على بعضه. بسيب الحليب مع العشورة على النار لحد ما يبتدي يغلي، وطبعا لازم افضل اقلب فيه من وقت للتاني علشان ما تلزقش معايا، لان هي فيها النشا بتاعها، هتبقى عاملة زي الرز بلبن لو سبناها شوية هنلاقيها عملت قاع من تحت او اتلسعت معانا. اسيبه على نار هادية او متوسطة، وكل شوية اقلب المزيج بتاعنا دهوت. انا عايزاه يفضل يغلي بس على نار هادية جدا، وافضل كل شوية اقلب. لاحظوا معايا اللبن عامل ازاي. الحليب لما بنيجي نغليه بقى هنا، طبعا انا بسيبها تغلي كتير علشان اتأكد ان الحليب بتاعي اتغلى كويس. شوفوا على جوانب الحلة وعلى المعلقة بتاعتي اللي كنت بقلب بيها في بقايا القشطة بتاعت اللبن، كل ده بيفضل بقى موجود معانا في العشورة بتاعتنا. ده بيدي طعم غني جدا وقوام رائع الحقيقة. التكة ده هي تفرق كتير جدا في الطعم، اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي لي رأيكم فيها. باستمرار التقليب وغليان المزيج بتاعنا، الغلة بتفضل تطلع في النشا بتاعها، فالقوام بيتقل معانا، مش بنحتاج خالص ان احنا نضيف له نشا خالص يعني. بعد 10 دقايق تقريبا او بعد 8 دقايق من غليان المزيج بتاعنا، ببتدي اضيف السكر. انا هنا استخدمت كوباية سكر، واستخدمت لتر الا ربع لبن، يعني 750 ملي لبن تقريبا او حليب. استخدمت كوباية سكر، وطبعا السكر بيبقى حسب المذاق حسب الرغبة، بس انا كانت الكمية دي شايفاها مناسبة قوي لكمية العشورة بتاعتي. انا كمية العشورة بتاعتي دهيت تقريبا كانت عاملة اكتر من الربع كيلو بشوية، يعني عاملة تقريبا كوباية ونص. هسيبه يغلي تاني معايا المزيج بتاعنا. العشورة كلها بتاخد وقت معايا من ربع ساعة لتلت ساعة، مش بتزود عن كده، وطبعا حسب القوام في الاخر بيرجع لنا حسب الرغبة. في ناس بتحب تخليها انعم من كده، فبتاخد جزء منها تضربه في الخلاط او ممكن في الحلة زي ما هو كده، بس قبل ما نبتدي نضيف الحليب ونغليه مع العشورة بنضربه بالهاند بلندر، بس لان انا مسوياها على السخان بتاع الفول او مدمساها زي الفول، فانا شفت ان هي مش محتاجة ان هي ولا تتضرب ولا اي حاجة، هي ناعمة وطلعت كل النشا بتاعها اللي فيها، فمش محتاجة ان هي تتضرب، والحباية نفسها بقت طرية جداً.
من بعد إضافة السكر هنفضل نسيب الخليط بتاعنا ده هو يغلي تقريبا من 5 ل10 دقايق لحد برضو ما يوصل للقوام المظبوط زي ما قلت لكم. إذا سبناه ما قلبناهوش هيفور وهيبهدل الدنيا، وما فيش داعي إن احنا نتحرك من قدامه خالص لعشورة وإحنا بنسويها. أهم حاجة إن هي تاخد وقتها في الغليان عشان توصل للقوام المظبوط. شايفين قدامنا القوام بقى عامل ازاي معنا؟ القوام كل ما ده كل ما بيتقل وبيدينا قوام حلو قوي في الاخر. اهم حاجة التقليب المستمر. نيجي للاضافة المميزة بتاعتنا، انا بضيف 3 معالق من قشطة اللبن او وش اللبن او ممكن القشطة النباتية اللي هي زي بوك، بتدي طعم رائع رائع غني جدا. طبعا اللي يحب يستغنى عن الاضافة دهيت مفيش مشكلة، هي مش اساس بس هي بتدي طعم غني جدا وحلو قوي. بنفضل نقلب فيها لحد ما نتأكد ان هي دابت كلها معانا. بعد ما بنوصل للقوام المظبوط بتاعنا بنضيف بقى الاضافات الاخيرة. انا بفضل اضيف فانيليا بس في ناس كتير بتحب تضيف لها مية ورد. واحنا بنقفل النار نضيف 2 كبار مية ورد او نضيف الفانيليا بتاعتنا. طبعا القشطة دهيت بتضاف في الاخر خالص مش من اول السوي بتاعنا علشان ما تفصلش وتتحول لسمنة. بنضيف الفانيليا بتاعتنا، طبعا الفانيليا برضو بتتحط في الاخر خالص، يعني احنا نحطها ونقفل النار على طول نقلبها كويس. اللي مش حابب الفانيليا زي ما قلت لكم بيحطوا مية ورد او مية زهر. الاضافات دي بتكون حسب الرغبة. هي كده خلاص خلصت معانا، انا بس بقلب كتير عشان اتاكد ان المزيج كله اختلط مع بعضه. هنسيبها لحد ما تهدى شويه معانا، مش كتير تهدى بس شويه، ونبتدي نغرفها في الاطباق بتاعتنا. لاحظوا معايا القوام طبعا هيتماسك اكتر لما نسيبها تهدى وندخلها التلاجة. هوريلكم شكلها طبعا بعد ما تطلع من التلاجة. قوامها كريمي جدا، طعمها رائع، اتمنى فعلا تجربوها لان هي ان شاء الله هتعجبكم. طبعا التزيين بيكون حسب الرغبة، ممكن نزود لها مكسرات، نزود جوز هند، نزود زبيب حسب الرغبة. كل سنة وانتم طيبين، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ميرسي جدا لمتابعتكم، بشكر كل اللي فضل معايا لحد اخر الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وشكرا لكم.